السلام عليكم، اهلا بكم في قناتكم من جديد. انفجر غضب الفرنسيين اليوم بعد اكتشاف ما قام به حسام عوار مع امين غويري وريان شرقي، حيث ان قناة ار ام سي وبالتحديد حصة افتر فود قد وصفوا حسام عوار بعميل جمل بالماضي، حيث ان حسام عوار قد نقل رسالة لامين غويري وريان شرقي من طرف جمل بالماضي وشرح لهم مشروعه الرياضي، وأكد لهم بأنهم إذا اجتمعوا في منتخب واحد سوف يصنعون إنجازات تاريخية وسيحصلون على كل الألقاب. والأمر الذي زاد من غضب الاتحادية الفرنسية لكرة القدم هو استجابة أمين غويري فورا لكلام حسام عوار الذي يبدو بأنه استطاع إقناعهم مبدئيا، وانفرد رومان مولينا الصحفي الفرنسي الموثوق بأن 3 لاعبين جزائريين سيلتحقون بالخضر قريبا بسبب تضييق فرنسا عن الدين وعدم تركهم يصومون وإرغامهم على الإفطار في شهر رمضان المبارك. هذا ما قاله الصحفي رومان مولينا عبر صفحته الرسمية على تويتر. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.